وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة. برحب بحضرتك أستاذ هشام. يعني أهمية إجراء هذه الانتخابات في هذا التوقيت، ولماذا يعني يجب على كل مواطن مصري الشعور بالمسؤولية للمشاركة في هذه الانتخابات؟ أهلا بكم بالسادة المشاهدين. طبعا احنا الانتخابات الرئاسية المصرية بتعقد في وقت بالغ الأهمية والتعقيد على المستوى، سواء المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي. بيتشكل العالم من حولنا، عالم جديد بيتشكل، وفي تحالفات لها شكل مختلف، في تطورات إقليمية بشكل معين، الأحداث في غزة أعطت إشارات لينا وفي الداخل المصري وفي الإقليم وفي العالم كله ان هو في مؤامرات لها حجم وشكل معين كانت تحاك للدوله المصريه، في تهديد للامن القومي المصري، في تغيرات بتحصل معينه في القضيه الفلسطينيه كان يراد تصفيتها، وكان يراد تصفيتها على حساب الامن القومي المصري وعلى حساب سيناء. عشان كده احنا بنقول دلوقتي ان احنا ما يحدث في الدوله المصريه الان لا يقل في احداث التاريخ، يعني الناس اللي هي كانت حاضرة كبيرة في السن زي أحداث 56 وأحداث 67 وأحداث 73، وقت حرج جدا في التاريخ المصري اللي بيتطلب وعي شعبي كبير جدا فيما يحدث. يعني هي مش المشكلة داخلية فقط، هي دي مشكلة وجودية تتعلق بالأمر الوجودي بالدولة المصرية. وبنفس الوقت بقى في نفس اللحظة دي ما تقوم به الدولة المصرية وكانت متنبئة به من 10 سنين كان خطوات تدل على بصيرة وحكمة وقوة من الدولة المصرية والمؤسسات المصرية، وعلى رأسها القيادة السياسية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مستشرف من 2011 ما يحاكي الإقليم، وقبل كده هو سيادته ومن حول الدولة المصرية والمؤسسات الراسخة السيادية المصرية كانت شايفة المخطط في 2011، وهي بالنسبة لها أجهضته في ذلك الوقت ومثلت حماية ودعم للمنطقة العربية ككل. ها هي الآن مصر بقى بعد ما هي بالنسبة لها استكملت قوتها في إعداد جيشها وبناء بنية تحتية على الرغم من كل التحديات والمؤامرات اللي كانت بتتم على الاقتصاد المصري لترفيع الدولة المصرية وإحداثها في عدم القدرة على الفعل في الأحداث الكبرى اللي زي كده. عشان كده احنا بنقول للشعب المصري لازم يكون في وعي كبير جدا بالمرحلة، لازم يكون في وعي كبير جدا بالتحديات، لازم يكون في وعي وفخر جماعي بالدولة المصرية وبقيادتها باللي حصل في الفترة اللي فاتت. بتنشأ مصر بتعيد نفسها تاني لمقدمة المنطقة العربية والإقليمية كزعيم حقيقي يستحق في ظل قيادة تاريخية حقيقية بتقود المشهد وبتصنع وعي وبتصنع تماسك اجتماعي مصري، وكلنا لازم نلتف حواليه في هذه اللحظة، ولازم احنا كشعب نكون على مقدار الحدث وعلى مقدار المسؤولية. الانتخابات بتقول ايه؟ بتقول ان احنا بالنسبة لنا على هذا المستوى من الوعي، بتقول ان احنا بالنسبة لنا لابد ان احنا كدولة مصرية نظهر كالبنيان المرصوص كوحدة في مواجهة التحديات. احنا في ناس كانت بتتآمر علينا لازم كلنا نكون ايد واحدة، وطن واحد، هدف واحد، خلف المؤسسات الراسخة المصرية القوية اللي كانت بتزود عن سينا وقومة الإرهاب وحمتنا وما جعلتش مصيرنا التشتت. احنا اللي احنا كنا بنشوفه في غزه ده هو ده اللي حصل للمصريين في احداث التهجير من السويس. هم كانوا عايزين يعملوا فينا تاني ويرجعونا تاني لولا فضل الله عز وجل، وان قيد لهذه الدوله قياده من هذا الطراز الرفيع وهذه من المؤسسات التي تعمل في الظل صامده ترعى بلا ثمن، غير ان هي بتحب اهلها وبتحب ناسها وبتحب شعبها، تستحق منا ان احنا نقف خلفها كالبنيان المرصوص، نرسل رساله للعالم ان احنا كمصريين لحمه واحده خلف قياده سياسيه، دوله متقدمه حضاريه تمثل نموذج حقيقي للديمقراطيه، وان هي اللي ما تم اختياره في الدوله المصريه عن رضا شعبي عبر عمليه سياسيه حقيقيه تم التدرج فيها من خلال الست سنين اللي فاتت بالتدريج لحد ما وصلنا الى هذه اللحظه. عايزين نقول للعالم ان شعب مصر ده الصامد ده القوي ده اللي بيبزغ نجمه ان هو بالنسبه له يمثل قياده للمنطقه، فكلنا فخر خلف القياده السياسيه، خلف الحكمه السياسيه، خلف الذكاء السياسي، اختيار التوقيتات، طريقه التعامل، كل الكلام ده رسائل لازم نبرزها ونقولها. احنا مش نازلين انتخابات مجلس الشعب نتكلم على شويه انجازات وشويه خدمات،
احنا بنتكلم في مرحله تاريخيه. نعم، يعني نقدر نتحدث عن مكاسب كبيره جدا يجب ان يحافظ عليها المواطن المصري، وان يكون جدير بانه ينزل لكي يشجع هذه المكاسب من استقرار وامن وامان، وايضا وجود اقليمي في المنطقه، وايضا وجود عالمي للدوله المصريه التي اثبتت قوتها من خلال طبعا التنميه والنهضه الاخيره وحفاظ القياده السياسيه على حدود الدولة المصرية والأمن والأمان فيها. طيب خلينا نتكلم عن نقطة مهمة جدا أستاذ هشام، يعني هذا التنوع في المرشحين واتجاهاتهم المختلفة ووجهاتهم المختلفة، وكل منهم يدلي بدلو الآن كما نلاحظ من مؤتمرات انتخابية، وطبعا ترويج لأفكارهم سعيا لحصد طبعا أكيد أصوات المواطنين. هذا يعني التنوع في السباق الانتخابي الرئاسي ماذا يعكس من وجهة نظر حضرتك؟ يعكس انا في وجهه نظري ان هو نضج سياسي في عمليه تنميه سياسيه حصلت منذ 6 سنوات، منذ اعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب رغبته الجامحه القويه جدا في اشراك الشباب من خلال مؤتمرات الشباب والسماع ليهم بصوره مباشره، وبعد كده ان هي هذه المؤتمرات اثرت عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين والبرنامج الرئاسي اللي ضم كل السياسيين في مصر من كل الاحزاب في تجربه رائده سمع فيها للجميع، بل بالعكس تم فيها اعداد كوادر الاحزاب التي كانت تعاني من الضعف، تم احتضانها في تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وتربيتهم وصياغتهم وتنميتهم على ايديولوجياتهم، محدش غير افكار حد في التنسيقيه، فدي كانت مقدمه مهمه جدا. نقلتنا الخطوة تانية بالنسبة لنا استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر إن هي يعني ستتقدم في هذا الملف لتكون قدوة في العالم كله عبر برنامج مؤهل ومخطط ليه، ثم بعد ذلك إلغاء حالة الطوارئ عشان نقول إن احنا نعيش في ظروف طبيعية لا استثنائية فيها، ثم بعد ذلك انتقلنا للقانون 2019 وده قانون للجمعيات الاهليه مهم جدا لاعطاء فرصه وزخم، وده اللي شايفين اثره دلوقتي في حياه كريمه والتحالف الوطني ودعم التطوع والمشاركه الشعبيه الى اقصى مدى. ثم كان حوارا وطنيا تحدث به الجميع وفي من كل الاحزاب حضرت من اختلاف توجهاتها في كل القضايا بلا صفوف حمراء بدعوه ورعايه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستمرار هذا الامر، وان هو تشجيع الناس عليه وتشجيع مخرجاته وتشجيع الراي الاخر، وان احنا كنا بنطمن الناس ان هو انتهى عصر الخطوط الحمراء طالما انت ملتزم بالدستور والقانون، طالما انك بالنسبه لك لا تدعم الجماعات الارهابيه، طالما انت وطني ليس لديك اي ارتباطات خارجيه تعبث بالوطن، اهلا وسهلا بك ومرحب بك. هذا ما نراه الان في المشهد في الانتخابات الرئاسيه اللي على الحقيقه يعني اكثر من مرشح من اكثر من اتجاه يمثل رؤيه سياسيه مختلفه، سواء القديمه منها زي حزب الوفد او سواء المعارضه اللي جايه من خلفيه معارضه قويه جدا لها شكل معين، يعني انا ربما لا اتفق معاه ولكن ارضى بوجوده سياسيا. يعني انا بالنسبه لي التنوع مطلوب سيد هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه في طبعا يعني تواجد المرشحين على مقعد رئيس الجمهوريه لاعطاء فرصه لكل المواطنين لاختيار بمطلق الحريه. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى هذه التفاصيل وعلى هذا التحليل، بشكرك يا فندم.